دائما ما يخشى الناس على أطفالهم هول المناظر البشعة أو حتى الخوض في بعض الكلام القاسي الذي قد يؤثر بحدة على نفسيتهم وتكوين شخصياتهم، إلا أن بعض الأطفال لديهم الشجاعة اللازمة لمواجهة ما يعجز بعضنا عن مواجهته من أهوال الحياة. اليوم في قناة وقائع جلبنا قصة أحد هؤلاء الأطفال الشجعان الذي ساهمت شجاعته في كشف مجرم خطير وساعدت المحققين على حل جريمة قتل وحشية كانوا قد احتاروا في أمرها. تبدأ أحداث القصة في نهاية ثمانينيات القرن المنصرم، حينما كان بطلنا الصغير كوليل لاندري يعيش مع أبويه جاك ونوري لاندري في مدينة مانسفيلد بولاية أوهايو الأمريكية. كان جاك أحد أهم الشخصيات العامة في تلك البلدة الصغيرة، فقد كان طبيبا متمرسا وماهرا، الأمر الذي أكسبه شهرة غير مسبوقة في تلك البلدة الصغيرة وجعله أحد أهم رموزها. بالإضافة إلى إتقانه في العمل، كان جاك أيضا شخصا لطيفا جدا، وكان لديه علاقة جيدة مع جميع مرضاه ومع مجتمعه بشكل عام. كان باختصار شخصا في غاية الاحترام والتوقير من قبل مجتمعه، إلا أن هذه الصورة المثالية التي عرفها سكان المدينة لم تكن حقيقية على الإطلاق، حيث كان جاك في الحقيقة شخصا عنيفا ومعقدا نفسيا بشكل كبير. ربما مر الطبيب المخضرم بطفولة حازمة وقاسية جعلت منه وحشا مهووسا بالسيطرة على من حوله بطريقة مرضية جدا، فقد كان في المنزل لا يكف عن الصراخ والتعنيف إما لزوجته أو لابنه الصغير الذي كان يخشاه ويرتعب من وجوده في المنزل، حيث لم يكن التعنيف الجسدي والصراخ سلاح جاك الوحيدين، فقد كان يمارس القمع النفسي ضد أفراد أسرته. فقد كان جاك يسب ابنه بأقذر الألفاظ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد كان جاك يطلب من ابنه بشكل غريب أن يسب نفسه أو يردد بعض العبارات التي تهين كرامته، كأن يجعله يردد أنا فتى غبي وسمين، ولا يسأم جاك من جعله يردد تلك العبارات حتى لو مضى يوما كاملا. لقد كان الأمر كما لو أن جاك يستمتع بتلك السيطرة التي يملكها على أسرته، واستغلها بأسوأ الطرق لإيقاع الأذى بأقرب الناس إليه. في الوقت ذاته حافظ جاك على صورته الخارجية اللامعة أمام المجتمع، الأمر الذي يعني أن ذلك الصبي وأمه قد تركوا وحيدين دون مساعدة، فمن سيصدق أن ذلك الملاك الدكتور جاك الناجح قد يتصرف بهذه الهمجية مع عائلته في المنزل؟ كان جاك ذو مزاج متقلب، في لحظة يكون لطيفا وفي اللحظة التالية ينقلب عنيفا وعصبيا، وقد يفتك بأي حد في طريقه، مما جعل وضع عائلته أسوأ، حيث لم يكونوا مرتاحين حتى حينما يرونه مبتسما، لأنه قد يفقد أعصابه في أي وقت ولأتفه سبب ممكن. لم تتوقف دناءة جاك عند هذا الحد، فقد كان أيضا ذو علاقات متعددة مع فتيات يصغرنه بالسن بشكل ملحوظ، وكان لديه أكثر من خليلة. لم يكن جاك يبالي بإخفاء أمر هؤلاء الفتيات عن زوجته، ولربما كان ذلك نوعا من التعذيب النفسي الذي لطالما مارسه ضدها وضد ابنها. لم يكن جاك يتصور أبدا أن الأمور قد تخرج عن سيطرته، لكن هذا حدث بالفعل بعد إحدى تصرفاته الحمقاء. ففي أحد الأيام اصطحب جاك ابنه الصغير كولير لمقابلة فتاة في أوائل العشرينيات من عمرها، وعرفه بها على أنها عاشقته شيري، هكذا دون ما حياة. استطاع الطفل الصغير ملاحظة أن شيري كانت ترتدي خاتما قد رآه من قبل، وعندما عصر ذهنه ليتذكر أين رآه من قبل أدرك أن هذا الخاتم يعود لأمه، ولابد أن والده سرقه منها ليهديه لهذه الفتاة. أثار ذلك الاستنتاج حقن الصبي الصغير ذو 11 عاما تجاه والده، لكنه لم يظهر ذلك بالطبع، فقد كان لا يزال يرتعد خوفا منه. تسبب هذا الموقف في انهيار حياة جاك، فعندما أخبر كولير والدته بما رآه قررت نورين طلب الطلاق من زوجها، الأمر الذي لم يخطر ببال جاك قط. على الرغم من أنها كانت تعلم جيدا أن زوجها لم يكن وفيا، إلا أن توريط ابنها الصغير في الأمر لم يكن جزءا من الاتفاق، ولذلك فإنها تريد الرحيل عن هذا المنزل للأبد.
تسببت هذه الحادثة بعدة شجارات بين الزوجين، وكان الصبي الصغير شاهدا عليها بالطبع. لم يكن ذلك بالجو المناسب لطفل على الإطلاق، لكن كولير كان يستجمع رباط تجأشه يوما بعد يوم، خصوصا بعدما اشترى جاك عقارا ضخما في بنسلفانيا ليقيم فيه مع عشيقته تشيري، واكتشفت زوجته الأمر. في أحد الليالي اعتد النقاش بين جاك وزوجته، وسرعان ما انقلب الجدال شجارا حادا، وبالطبع سرعان ما لجأ جاك للعنف، وراح ينهال ضربا على زوجته المسكينة أو باستخدام ما كان يجده من معدات في الجراج، حيث كان يتشاجران. لم يكن جاك يدرك أن نوبة عنفه تلك ستنهي حياة زوجته للأبد، وكان ذلك ما حدث. شعر جاك بالذعر للحظة عندما أدرك أنها فارقت الحياة. لم يكن يدري كيف يتصرف. قبل أن تتبادر إلى ذهنه فكرة ذكية، قرر جاك حمل جثة زوجته ودفنها في مكان ما أسفل منزله الجديد في بنسلفانيا، حيث كان من البديهي أن يطلب من العمال تصليح الأرضية وتجديدها قبل أن يسكن في المنزل الجديد، ولن يشك أحد في خطته. لم يكن الطريق بعيدا جدا، بضع ساعات فقط فصلت بين مسرح الجريمة وما بين المكان الذي دفنت فيه نورين. لكن لابد أن جاك كان يرتعد رعبا من أن توقفه أي دورية الشرطة في الطريق وتكتشف أمره، وعندها لن يخرج من السجن مطلقا، أو من الممكن أن يقضي نحبه على كرسي الإعدام الكهربائي. لم تفارق هذه الفكرة المخيفة خيال المجرم طوال الطريق. عندما وصل جاك أخيرا إلى بنسلفانيا، قام بشراء مجرفة للتراب من أحد المتاجر، وبدأ بحفر قبر زوجته في القبو. حفر جاك عميقا في الأرض كي يضمن أن القبر لن يكتشف من قبل العمال الذين سيأتون فيما بعد لإصلاح الأرضية. بعد أن انتهى جاك من عمله، عاد إلى المنزل وأخبر كولير أن أمه قد غضبت بشدة بعد شجار دار بينهما، وأنها قد رحلت من المنزل، ولا يظن أنها ستعود مرة أخرى إلا بعد بضعة أيام. لم يكن جاك يعلم أن كولير لم يكن نائما عندما كان يتشاجر مع والدته. سمع كولير الشجار كله، وكان الطفل يعي جيدا ما سمع، فقد كان صوت والديه عاليا، ثم تعالت أصوات ضربات وسط صرخات الأم المتكررة قبل أن تسكت صرخاتها فجأة ويعم الصمت بشكل مطبق. وبعد ذلك بمدة ليست قصيرة سمع صوت الباب. على الرغم من صغر سنه، كان كولير يدرك أن مكروها قد حدث لأمه، لكنه لم يكن يجرؤ أن يبوح بذلك أمام والده، فهو يظن أن والده قد اختطف والدته، أو على الأرجح أنهى حياتها، الأمر الذي جعله يهاب أباه أكثر من ذي قبل. لم يكن كولير يدرك ماذا يفعل، لكن تبادرت إلى ذهنه فكرة جيدة. استغل لحظة غفلة من والده وسرق سجل هواتف والدته، ثم انتظر حتى خرج والده من المنزل، وقام بالاختباء والاتصال بصديقات والدته ليخبرهم أنها غادرت المنزل ولم تعد، وأنه قلق جدا حيالها. لم تأخذه أي من صديقات أمه على محمل الجد، لكن كولير لم ييأس واستمر بالمحاولة حتى وصل إلى مبتغاه في النهاية، فقد تعاطفت معه إحدى صديقات والدته وصدقت روايته، وعلى إثر ذلك قررت مساعدته عن طريق الاتصال بالشرطة وإبلاغهم أنها تشعر بالقلق حيال صديقتها نورين التي تغيبت عن المنزل منذ بضعة أيام ولم تعد حتى الآن، ولا يعلم أحد أين هي في الوقت الحالي. استجابت الشرطة بالفعل للبلاغ وزارت منزل الطبيب، المكان الذي تم فيه إزهاق روح نورين، لكنهم لم يكونوا على علم بهذا في ذلك الوقت. اقتصرت الزيارة على طرح بعض الأسئلة على جاك بخصوص ما حدث بينه وبين زوجته في آخر مرة التقيا فيها. أخبر جاك المحققين بالرواية ذاتها التي أخبرها لكوريل، حيث أنه أوضح لهم أنه خاض شجارا مع زوجته بعد أن اكتشف أنه على علاقة مع امرأة أخرى، الأمر الذي تسبب في غضب زوجته لتغادر المنزل دون أن تعلمه إلى أين كانت تتجه. لم تسوي للمحققين أي شكوك حيال رواية جاك، حيث أنه كما ذكرنا كان شخصا موقرا جدا في المجتمع، ولم يكن في أي دائرة اشتباه من أي نوع. لكن محققا واحدا على وجه الخصوص يدعى ديفيد ميسمور كان لديه رأي آخر، حيث أنه كان قد انفرد بالفتى الصغير
عندما كان جاك مشغولا بإجابة أسئلة المحققين، وقد أخبره كوريل بتفاصيل ما سمعه في تلك الليلة، وأوضح له أيضا أن والدته كانت تحبه بشدة وما كانت لتغادر المنزل وتتركه ليلاقي مصيره مع والده. أخبر كوريل ديفيد أنه يخشى أن يصيبه والده بمكروه أو يزهق روحه مثل ما يعتقد أنه فعل مع أمه. كان ديفيد يرجو أن يستطيع مساعدة الفتى الصغير الذي بدا قليل الحيلة، لكنه لم يستطع فعل شيء، فقد اعتمد المحققون في نهاية رواية جاك، وانتهى بهم الأمر لبدء عملية بحث موسعة عن نورين، إلى أن سرعان ما ظهر شاهد عيان غير منظور للشرطة، حيث أنبأهم أحد الجيران أنه كان يقف خارج المنزل في الوقت الذي يزعمون أن نورين خرجت فيه من منزلها ولم تعد، ولم يلحظ خروج أي أحد من المنزل، الأمر الذي يعني أن جاك كان يكذب على المحققين، وأن الصبي الصغير قد يكون على حق. أرسلت الشرطة وحدة متخصصة لتفتيش منزل جاك وجمع الأدلة إن وجدت، لكنهم لم يجدوا أي شيء مطلقا، ولذلك قرروا التوقف عند ذلك الحد بعدما أحسوا أنهم يعرضون سمعة الرجل إلى الخطر دون جدوى. لكن كولير كان لا يزال مقتنعا أن أباه قد أزهق روح والدته، وكان لا يزال مصرا على أن ترى الشرطة الأمور من منظوره هو. لذلك قرر كولير أن يتواصل مع الشرطة مجددا، هذه المرة سيفعل ذلك بشكل مباشر دون طلب المساعدة من أحد، لكنه لن يستطيع الحديث معهم من المنزل، فقد ينهي والده حياته ما إن سمعه يتحدث مع الشرطة. ولذلك فقد تبادرت له فكرة ذكية، عندما ذهب للمدرسة في أحد الأيام طلب كولير من مدير مدرسته أن يتصل له بمحقق يدعى ديفيد ميسمور، الشخص الذي تعاطف بشكل كبير مع قصته عندما حضرت الشرطة إلى منزلهم في أول مرة. أخبر الصبي ذو 12 عاما المحقق أن والده كان طبيبا ماهرا، ولا عجب أنه استطاع إخفاء آثار الجريمة بسهولة باستخدام المستحضرات الطبية التي تستخدم في المستشفى لتنظيف الدم. لكن كولير سيواصل البحث في المنزل عندما يكون والده في الخارج، بل ربما عثر على شيء لم يستطع المحققون العثور عليه. كان ديفيد قلقا جدا على حياة كولير، فالعمل الذي ينوي القيام به كان خطرا جدا على صبي في سنه، لكن كولير أظهر الشجاعة والحماسة الكافية التي مكنته من الحصول على الضوء الأخضر من ديفيد للبدء في تفتيش أركان المنزل. أتم كولير مهمته على أكمل وجه، فتش أرجاء المنزل تفتيشا دقيقا، حتى أنه أزال أجزاء من الجدران لعله يجد جثة والدته خلفها، لكنه لم يستطع أن يصل إلى أي شيء، وخاب أمله في النهاية. في هذا الوقت كان كولير لا يزال على اتصال دائم مع ديفيد، وكان يطلعه على المستجدات، حيث اعتاد الفتى الصغير على الذهاب إلى مكتب مدير المدرسة يطلب المكالمات الهاتفية ذاتها كل يوم. على الرغم من تحذيرات ديفيد المستمرة، أصر كولير على مواصلة البحث لعله يجد الدليل المنشود، وفي كل مرة كان الصبي الصغير يتمادى أكثر. في أحد الأيام كان كولير في الخارج مع والده، تركه والده في السيارة ليجلب بعض الأشياء من المتجر. استغل كولير هذه الفرصة وقام بتفتيش السيارة ليجد ألبوم صور لم يكن يعلم عنه شيئا. لاحظ في ذلك الألبوم صورا لوالده وعشيقته شيري أمام المنزل ببنسلفانيا. لم يكن كولير يعلم أي شيء عن ذلك المنزل، وكذلك كان الحال بالنسبة لرجال الشرطة، ولذلك فإن اكتشافهم أن جاك كان يملك منزلا غير مجريات القضية، واستطاعوا بسهولة استخراج تصريح لتفتيش هذا المنزل، خصوصا بعدما اكتشفوا من خلال شهود عيان أن جاك كان قد اشترى مجرفة تراب يوم وقوع الحادثة. حفر الفريق المتخصص في أرجاء متفرقة من المنزل، وسرعان ما وجدوا جثة نورين مدفونة في القبو. كان ذلك دليلا كافيا للقبض على جاك. لم يعترف جاك مطلقا بجريمته وأصر على براءته، وعلى الرغم من العثور على الجثة في منزله ظل جاك مصرا على أنه لا يعلم شيئا بشأنها، وأن المحققين لا يملكون أي دليل حقيقي لربطه بالجريمة. وهنا يأتي دور كولير من جديد، الذي وافق على الشهادة ضد والده في المحكمة. كانت شهادة الصبي الصغير أمرا فاصلا في قرار هيئة المحلفين التي رأت أن جاك كان مذنبا بتهمة القتل من الدرجة الأولى الموجهة إليه.
وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ويرجع الفضل في ذلك كله إلى شجاعة الفتى الصغير. فهل ترى ما فعله كولير الصغير شجاعة أم أمر قد يعرضه للخطر؟ أخبرنا عن رأيك في التعليقات أدنى. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.